مساء عليكم بالخير مشاهدينا برحلتنا المسائية من هاشتاغ شباب بفقرات عديدة ومنوعة على مدار ساعة من الوقت، وأكيد ترافقني الرحلة ريام. شلونك يا ريام؟ أهلا وسهلا تامر، شلونك؟ تمام الحمد لله. أهلا بكم مشاهدينا حبايبنا مشاهدي شاشة وطن دبليو تي في، ورحلة مميزة وجميلة وحلقة رائعة من برنامجكم هاشتاغ شباب. اليوم رح ناخذكم بفقرات عديدة ومتنوعة بما مثل ما قالها ثامر، لكن فقراتنا خلينا نشوف شو محضرين بها اليوم. وكذلك يا ريام قبل ما نروح لفاصل احب امسي على كل من جاي يتابعنا من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام. واكيد يا مشاهدينا نبلش باولى فقره من فقرات رحلتنا المسائيه هي ترند، ونبلش وياك يا ريام. مشاهدينا احنا هواي سمعنا عن طرزان، لكن اليوم خلينا نشوف طرزان الاسطوره الحقيقيه تحضر وين، لكن وين؟ بالمغرب، اكيد بالمغرب العربي. خلينا نشوف طرزان شلون. شفت ثامر طرزان؟ طبعا احنا من كنا اطفال نحب الكرتون، وكانوا يقولون انه هو من وحي الخيال، لكن احنا ما نصدق من حبنا له. فمن شفنا طرزان حاليا بالمغرب، جسد طرزان الحقيقي، يعني فرحنا حقيقه. يعني فرحت اطفال اخويا بالبيت، قلت لهم تعالوا شوفوا طرزان، احنا كبرنا على الكرتون مالته، وصار فيلم ماوكلي بعدين. يعني شنو شعورك انت؟ انا بالنسبه لي فرحت. لا صراحه يا ريان كلش عجبتني الفكره، وقبل طبعا فتره هم شفت شاب من اهالي الناصريه اعتقد مسوي جلسه تصوير جسد الشخصيه طرزان. ما شاء الله كلش حلو. اوكي يا مشاهدينا نروح للترند الثاني، رحمه رياض واغنيه احكي مع حالي، صدرت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهده تقريبا 8 الى 9 مليون مشاهده بعد ما نازله، وهي صارت ترند. طبعا رحمه اختياراتها كلش مميزه، وتختار الكلمات والالحان بتركيز بحيث تكون ترند. يعني هي دائما اقارب روحي وعاد مني كانت ترند اول باول. رحمة بما أنه هي صغيرة بالعمر دائما تحكي أنه الواقع العراقي، أحاسيس الشاب العراقي، فقريبة أن لذلك أول ما تنزل أغنية الجمهور ركض على اليوتيوب، يعني لازم يسمع أنه إيش نزلت من جديد، مثل أغنية احكي مع حالي اللي نزلتها. أنا من الناس اللي كل ساعة أعيدها، يعني أحسها أنا. كذلك يا ريام اختيارات الستايلات، الملابس، تسريحة الشعر، الميك اب تكون مختلفة عن اقرانها المطربات العراقيات مثل اصيل هميم، اسراء الاصيل، شادا حسون، تكون مختلفة باختيار الاغاني وكذلك بالازياء. صحيح. اذا مخرجنا محضر لنا اغنية لرحمة رياض، نروح نسمعها او لا؟ مشاهدينا الترند الثالث اليوم، ولو هو حزين وكئيب لكن مجبورين عليه، هو خبر عالمي اللي هو وفاة الممثل الاسكتلندي شون كونري، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند عن عمر 90 عام. شون كونري طبعا بدأ حياته كممثل بائع للحليب، ومنها أصبح أسطورة للفن العالمي. خلينا نشوف فيديو بسيط عن شون كونري. مشاهدينا طبعا شفنا المقطع اللي عن الفنان شون كونري،
يعني يحزننا هيك خبر، فقدنا نعم. أسطورة عالمية. وكذلك يا ريام أنه يولد عندنا طاقة، أنه شخص اللي عنده هدف معين ويريد يوصله لازم يوصله مهما كانت الظروف اللي يمر بيها، لازم يوصل للهدف أو الحلم اللي يريده، اللي يبقى رقم صعب بالمجال اللي يحبه. مثلا هو اختار مجال التمثيل وبرع بيه وصار اسمه، وإله ترك ارقام خياليه من الافلام، انه الناس اللي تتابعها دائما وما تمل منها صراحه. انت اي افلام تحبين له؟ انا عند فيلم الصخره ويا الممثله البريطانيه كاثرينا زيتا جونز. نعم. طبعا كلش احب هذا الفيلم، رغم انه هو كان عمره فوق ال50 او فوق ال60، لكن كان بروح حيويه والاكشن، واتذكر لقطات هو يدربها شلون تعبر الليزر رغم انه هي صغيره بالعمر، ما شاء الله يعني كان عنده طاقه وحيويه فعلا. شون كونري خساره للفن العالمي، يؤسفنا طبعا نقرا هيك خبر، لكن قد هذا. تميلين ريام، تميلين للافلام الغربيه او العربيه؟ كل شيء له وقته، يعني نعم. بالليل اني احب دائما افلام الرعب، وقت الظهريات عصريات دائما تلقاني الفيلم العربي القديم ابيض واسود هيك شيء. ولو اني القميص اللي اليوم اللي لابسه كلش دوخني من الطوبات، يعني صار عندي عمى الوان اليوم. هو فيلم قديم ابيض واسود. هو انت اليوم علينا افلام قديمه هيك؟ اي كله ابيض واسود. من اختارش هذا القميص اليوم؟ اختياري. لا تقول لي ما عجبك. لا هو حلو صراحه، بس يدوخ، صار عندي غشو يعني. احسن. يعني بس الحلقة السابقة كان اللون اللي لابسه جاب لي شلون نقول عمى الوان. من اني؟ اي باي لون بيهم؟ اللي كان لا هو بيجي ولا هو اصفر كنت لابسه. خردلي. اي هذا اللون. واني كنت انطقم ويا اللوكيشن يعني. إيه إيه لازم انسق، لازم اجيب لون يعني قريب لللوكيشن. بس هو صراحة اختيار الالوان هسه حاليا كل الصعب. كل الصعب صحيح، خصوصا احنا مقبلين فصل الشتاء. ما نعرف الالوان الشتاء ايش محضرين هاي السنة. اوكي يا مشاهدينا، احنا متواصلين وياكم برحلتنا المسائية وفقراتنا العديدة والمنوعة، لكن قبل ما نبلش بفقرة تكنولوجيا خلينا نروح لفاصل وراجعين. مشاهدينا حبايبنا الكل، عشاق التكنولوجيا اليوم خبر لهم كلش حلو، اللي هو يقول لأول مرة تطوير خلايا ضوئية تعمل في الليل. توصل فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا إلى تطوير نوع جديد من الخلايا الضوئية تولد الكهرباء في الليل عند إطلاقها الأشعة تحت الحمراء، عكس الخلايا التقليدية اللي تعتمد لذلك على امتصاص أشعة الشمس. إذ رغم الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة خلال العقود القليلة الماضية، لا سيما الطاقة الشمسية، فإن معضلة عدم انتظامها واستمراريتها طوال اليوم أو على مدار العام يمثل عائقا أمام المنافسة لمصادر الأحفورية للطاقة بشكل جدي. ومن ثم يعمل الباحثون بشكل حثيث على تطوير حلول تقنية لتخزين الفائض من الطاقة لاستخدامه خلال الليل أو في الأيام الغائمة، لكن أغلب التقنيات التي تم ترويجها إلى اليوم لم تنجح في تجاوز هذه الحقبة في خلايا الليلية. وهناك دراسة جديدة تقول أنه ACS فوتونيك وظهرت على غلافها عمل باحثون من جامعة كاليفورنيا ديفيس على معالجة المسألة من زوايا مختلفة بتطوير خلايا ضوئية قادرة على إنتاج الطاقة ليلا عندما لا يكون هناك شمس ولا حرارة. ووفقا لجيرمي موندي أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة كاليفورنيا ديفيس، يمكن للخلايا الضوئية المبتكرة توليد ما يصل إلى 50 واطا من الطاقة لكل متر مربع في ظل ظروف مثالية في الليل، أي حوالي ربع ما يمكن أن تولده الألواح الشمسية التقليدية في النهار. كلش حلو طبعا هذا الخبر اللي خاص بالتكنولوجيا، خلينا نروح نشوفه عن الجو. كان بالجو يا ريام ويا مشاهدينا، لكن الصراحة أنا أفرح بالتطور، لكن أحزن من يكون التطور مو عراقي أو العلماء مو عراقيين، كون أنه عندنا كثير من الطاقات الشبابية يمتلكون الكثير من المواهب، لكن ما يلاقون الناس أو الجهة اللي تحتضنهم ليبرزون هيك طاقات عندهم. فعلا ثامر، قبل فترة شفت الفيديو اللي انتشر على الشاب اللي من مدينة سامرة اللي صنع سيارة فعلا بأدوات الخردة الزايدة، يعني صنع سيارة تشبه سيارة الجيب كلش حلوة، وقال وين ما أمشي صورون وياي صور أنه عراقي مبتكر هيك شيء. طبعا أني هذا الخبر كلش فرحني، وتمنيت أنه أنا أروح السامرة حتى أخذ وياه صور. زين ريان، بما أنه أنت سيارتك عالية وحديثة، إذا أن عرضت السيارة بالمعارض اللي صانعها الشاب تشتريها؟
بس هي ما بيها ترى تبريد وكشف اتذكر. هو نشتريها على حسب سفره رحله هيك شيء. يعني توصلين البيت مشويه. عافيه او تفيدنا بفصل الربيع فصل الخريف هيك شيء، حتى بالشتاء ما نقدر الجو بارد ما نقدر. اي فانا يعجبني عالم التكنولوجيا، عالم مثل البحر انه انت ما بين الحاسبات، لانه هي حياتك عباره عن تكنولوجيا صارت. فعلا. تليفونك لازم تشوف اخر التحديثات، سيارتك، تلفزيون، الحاسبه، حياتك كلها تكنولوجيا. فاني كلش احب هذه الفقره. انت مع التكنولوجيا والتطور؟ اي اكيد، احنا عصر السرعه. فعلا، وهالشيء كثير ساعدنا بمجال الدراسه، بالعمل، بجميع المجالات، سهل لنا هواي شغلات. تلاحظ انه ثامر فتره كورونا اللي ساعدنا على استمراريه الحياه هو التكنولوجيا. فعلا. والانترنت، يعني طلاب المدارس والجامعات ما توقفت حياتهم، ظلوا على الايباد، على التليفون، دراسات، الى ان اجى موعد الامتحانات وكملوا، ما خلوا الحياه توقف عند نقطه زين معينه. زين ريان، بوقت الحظر اللي دام تقريبا 3 أشهر أو 4، وين كنت تقضين وقتك؟ بما انه ما عندي دراسه انت، اعتقد الموبايل يعني ليل نهار؟ موبايل اشوف عليه المسلسلات التركيه، وشويه لغه تركيه تعلمت، وعلى هندي، وبعدين منظمات مجتمع مدني نزلت. يعني ما ظليت قاعده بالبيت. مع الاسف ما كنت اعرفك بهاي الفتره. كان اعطيتيني شويه اسماء افلام او مسلسلات حتى نتابعها سواء انا وياك. الله لا يعيد هذيك الفتره طبعا. بس ان شاء الله. بس تدرين تعرفنا على اهلنا، اهلنا عرفونا، اكتشفنا انه عندنا طاقه صبر وتحمل، انه نقدر نبقى بلا ما نطلع بلا ما نشتغل. مو هذا بفضل التكنولوجيا. نعم. يعني انت من قاعد بالبيت عندك الانترنت، عندك التليفون، فقاعد تشوف ايش دا يصير، انت ما انحبست يعني. فعلا. بقيت مطلع على العالم لكن من مكانك من المنزل. الحمد لله ازمه وعدت. ازمه وعدت، وان شاء الله بالامن والامان والصحه والسلامه لجميع ابناء عراقنا من شماله الجنوب. احنا متواصلين اكيد وياكم برحلتنا المسائيه من هاشتاق يا مشاهدينا، ونروح لشارع الفن، لكن نروح لفاصل وراجعين. نروح لشارع الفن يا مشاهدينا ونشوف شو محضرين لنا اليوم شارع الفن، ونروح للمسرح الوطني العراقي. فتح ستار المسرح الوطني عن سرير ينام عليه الفنان ضياء الدين سامي وزوجته بتول الفنانه اسماء او صفاء نجم امام مرآة تتمكيج يفزعها صوت اطلاقات داعش متواصله توقظه فلا يستجيب، وذلك ضمن احداث مسرحيه فلك اسود. تأليف علي عبد النبي الزيدي وتمثيل ضياء الدين سالم وحسن هادي وصفاء نجم، ومن إنتاج دائرة السينما والمسرح وإخراج دكتور رياض شهيد. تروي فلك أسود عذابات العراقيين المتواصلة من اعتقالات وإعدامات وسجون وحروب، وهو جاء وحصار وعقوبات دولية وإرهاب وفساد، ومن ثم تختتم بكورونا. ولشدة خوف بتول من اغتصاب الدواعش لها تتحول إلى رجل، فيصطدم زوجها بعبود الخشن مراد التنور كما أسماها بعد التحول. تألق ضياء الدين سامي بحركات جسدية معبرة درامية، وهو يتماهى مع الشخصية بإقناع تام للمتلقي، وأجاد حسن هادي بانفعالاته، وانسابت صفاء نجم بأداء فائق عمرها الفني ليتبنى عن ولادة نجمة ذات مستقبل رصين. واستسقى المؤلف علي عبد النبي الزيدي بلاغة الواقع في نسج الحوارات التي رسمها دكتور رياض شهيد بروعته على خشبة المسرح. وأضاف أيضا المخرج الرقصات كجزء من التتابع الدرامي، مضيفا جمالا على رسانته النص، خاصة في مشهد مطاردة الدواعش لناس كصيد الغزلان التي تتوهج باختفاء الجميع وراء السرير، كمخرجين لديهم مستغيثين كغرقى في السرير. تتناقض ثلاث ضياء وحسن وصفاء لتختتم المسرحية بتقييم الصف الأول من جمهور المسرح الوطني ضد كورونا، بينما ستار تغلق. وقال مدير عام السينما والمسرح دكتور أحمد حسن موسى إن دائرة تسعى لاستقطاب عامة الناس إلى جانب الوسط الثقافي في متابعة مستمرة للمسرح الجاد، كي لا تعرض الأعمال يوميا واحدا أو يومين بعد 3 أشهر من التدريب، وترصد لمهرجانات قد لا تجيء ولا يشاهدها سوى النخبة. وكذلك أكد المخرج الدكتور رياض شهيد أن المصائب المتوالية على العراق، لذلك أحرص على إصالها والتفاؤل بالمستقبل،
وأيضا أضاف المؤلف علي عبد النبي الزيدي: وأنا أكتب الشخصيات أتخيلها أدائيا لأنني ابن مسرح الناصرية وكنت ممثلا قبل احتراف الكتابة. وأخيرا يا ريام، تلاحظين أنه العمل كلش محبوك بطريقة غريبة وجميلة جدا وأنيقة، وتبين أنه المسرح الوطني إلى مكانته وإلى رسانته من ناحية اختيار الممثلين ومن ناحية كتابة النص. روح لي آراء وما قالوا الممثلين بالمسرح الوطني وراجعين. مشاهدينا، اليوم عندنا خبر ثاني عن محبوبة الجماهير الفنانة هيفاء وهبي، اللي هو يقول: لقى مسلسل أسود فاتح الذي تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبي ويعرض على قناة شاهد في آي بي نجاحا كبيرا تردد أصداؤه على وسائل التواصل. يعني ثامر، أنا أدري بك أنت من عشاق هيفاء وهبي لدرجة الجنون. فعلاً فعلاً. وشن رأيك يعني تلفت على اللون الأحمر؟ هيفاء وهبي كلش أحبها. ليش؟ كون هي يعني بالغناء ما احتراماتي لها، يعني ما عندها صوت، بس لكن من خلال الأزياء اللي ترتديها ومن خلال حركاتها ودلعها وستايلات شعرها ثبتت أو خلت الجمهور أو يحبها من خلال هذا الشيء. لكن انبهرنا بمجال التمثيل، همينا تركت لها بصمة ونافست كثير من النجمات العربيات المصريات بالتحديد وأيضا اللبنانيات بالتمثيل، كان تمثيلها كلش حلو خصوصا بأسود فاتح، مبدعة. أما باختيار ملابسها بالمسلسل كانت هي أنيقة، وأكيد كلها من تواقع أشهر المصممين الأزياء. اوكي ثامر، خلينا نشوف شنو اللي لبسته وخلى الناس يحب المسلسل، خلينا نشوفها. صراحه هي ملابسها كلها صراحه، هي يا ريان ملابسها ما تختار شيء محلو، هي حتى المحلو يصير حلو عليها. هي دلع، انوثه، رقه، هي يعني هي تضيف للشيء اللابس. احنا ما نجيب اي وهبي هنا نخليها ويانا بالاستديو. يا ريت. وين نلقاها هنا؟ يا ريت حتى نترك الحلقه ونقعد نتصور وياها. تلاحظين انه اختيار الفستان، وهي حتى مبدله الشوز، كان العارضي ويا شوز اسود وجنطه سوداء، لكن هي مبدلتها بلون احمر. بس هنا هيفاء خلينا نقول دعمت الماركات العالميه. نعم. يعني طبعا هو منو يتمنى يلبس هيفاء يا ريام؟ لا هنا اللي حالته متوسطه، يعني لو كنت انت مصممه، لو كنت انت مصممه ازياء اكيد من تشوفين هيفاء ما راح حتى تعطيها ببلاش اصلا. اي طبعا تعتبر دعايه، بس بضاعتك يعني. اي عافيه، تعتبر دعايه. يكفي انه هي لبست. اي ويزيدني فخر انه مشاهير عالميين لبسوا من ايدي. فعلا. انت تحبيها؟ احب كم اغنيه لها. اي اغنيه؟ حتى نسمع صوتك الحلو. احب انت تاني. يلا سمعينا سمعينا. لا لا يشوف الجمهور او المشاهدين ابداعك. لا هو المشاهد اريده خطيه، ما اريده ينتحر من يسمع صوتي الديان. لا يلا انا عشان انت تاني. كلهم راح يدخلون المستشفى المجانين طبعا اذا سمعوا صوتي. يجوز هي هم تعتزل. اكيد هي تقول ما طول الايام غنتني بعد ما اريد حتى الفن عفته. عود انا يعني حبيت انه تسمعينا شويه. لا والله صوتي محلو حلو كان. بس انت ثاني ماكو غيرها؟ احب يا حياه قلبي. نعم. اهم اي لها كم اغنيه. نعم. يعني احب لها كم اغنيه. يلا يا حياه قلبي. بس انا بالمسلسلات حبيتها اكثر. نعم. اي حبيتها بالمسلسلات. بالتمثيل. اي يعني مسلسل الحربايه. نعم. اتذكرها اخذت عده شخصيات، كل ما تترك زوج إلها تتنكر بشخصيه ثانيه. فعلا. ففعلا تلونت بعده شخصيات، اعتقد انه هيفاء وهبي اجادت التمثيل اكثر من الفن. فعلا انا اول شيء اول عمل تابعته لها هو دكان شحاته، كان الفيلم مصري بطولتها وبطوله غاده عبد الرازق، لكن هي نافسه غاده عبد الرازق بحيث حتى يعني بوقتها انه التقوا بغاده عبد الرازق
ضايجة منها. لا وهنا يقال يعني حسب ما يقال مجال الإعلام يقولون أنه سبب طلاقها من الرجل الأعمال أبو هشيمة هو دكان شحاته. أي رفض أنه تمثل لجرأتها بالفيلم. اي فصار انفصال بيناتهم. حلو عندك الاخبار حلوه على هيفا، الظاهر انت اكثر مني متابعتها وتحبيها. اخبار الفنانين احبها اتابع حياتهم الشخصيه هيك شيء. حلو. اوكي احنا متواصلين وياكم بفقراتنا بهاشتاج شباب، ونروح لفقره ستايلي لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم ويانا بفقراتنا المسائيه من هاشتاج شباب. بما انه احنا بفقره ستايلي، ستايلي يا ريام يخص الازياء والصحه والاشياء الرياضيه، اليوم راح احكي لكم عن نقص فيتامين دي وخطورته على الجسم. طبعا انت راح تحكي عنها هذه الفقره، راح تربطها بعرضات الازياء، لان دائما عندهم نقص بالفيتامينات سبب يحافظون على رشاقتهم على مود عرض الازياء. فعلا. اي نروح لفيتامين دي. اوضح بعض اخصائي اورام القولون والمستقيم في جامعه نيويورك ان نقص تركيز فيتامين دي في الجسم عواقب وخيمه، حيث اثبتت دراسه اجراها فريق من المختصين في امراض القولون ان نقص تركيز فيتامين دي في الجسم يمكن ان يتسبب ضعف سوء امتصاص الكالسيوم في الامعاء، حيث ان الجسم يحاول في هذه الحاله الحفاظ على ثبات مستواه في الدم، وعند نقص امتصاص الكالسيوم يبدأ الجسم بأخذ الكالسيوم من العظم، ما يؤدي إلى هشاشة العظام وخطر الإصابة بالكسور. كما أن هناك أعراضا غامضة تشير إلى أن نقص فيتامين دي في الجسم، والتي عادة تنسب إلى الإرهاق أو عدوى فيروسية مثل انخفاض الشهية أو آلام في المفاصل أو الشعور غير المريح في الجسم والعضلات وازدياد التعب، بالإضافة إلى صعوبة النوم والخمول بعد النوم لفترات طويلة. وأيضا أثبتت الدراسة أن يمكن أن يتعرض الإنسان نقص هذا الفيتامين في الجسم عن طريق المواد الغذائية فقط من ذات الأصل الحيواني مثل صفار البيض وكبد البقر وبعض أنواع الأسماك، ويمكن تناول فيتامين دي على شكل كبسولات أو قطرات، ويتم تحديد مستوى فيتامين دي في الجسم عن طريق تحليل خاص بقياس نسبة تركيزه. يذكر أن المعدل الطبيعي لفيتامين دي ما بين 50 إلى 125 نانومول لتر، إذ أن النسبة التي تتراوح من 30 إلى 49 نانومول لتر تشير إلى عدم حصول الجسم على المستويات الكافية من فيتامين دي، ويعد الشخص مصابا بنقص فيتامين دي إذ كانت نسبة هذه الفيتامين تقل لديه عن 30. أما الشخص المصاب بارتفاع فيتامين دي إذ كانت نسبة الدم أعلى من 125 لتر تكون عنده هاي الأعراض، أنه الخمول والإرهاق بالنوم. مثل حاليا فترة كورونا اللي ينصابون انه دائما يقولوا لهم حافظوا على فيتامين دي بالجسم، ففيتامين جدا مهم بالإضافة إلى فيتامين سي، لكن أغلب البنات أو حتى أنتم الشباب فيتامين دي يفيدكم الحفاظ على شعركم من الصلع. فعلا. أي وهي المشكلة يا ريام أنه إحنا مثلا تلاحظين مثلا هسنتي جيتي من البيت للدوام، من الدوام للبيت، فأكو وجبات تفوتك ما راح تاكلين بصورة طبيعية، فبهذا الحالة صار عندك خلل بالفيتامين مو بس بدي كل الفيتامينات. نظامنا الغذائي دائما يكون مخربط. نعم. أي فلهالسبب خصوصا إحنا شباب ما يعني ما ننتبه لصحتنا. غدانا بوقت، هاي اذا اكلنا طبعا. نعم. اي فدائما نعاني من نقص فيتامينات خصوصا فيتامين دي، يعني قبل فتره تمرضت فيه صار عندي سمنه زايده بسبب فيتامين دي. حلو. اي وصادف ويانا منها الكورونا ما شاء الله، واني احد اللي انصابوا بالكورونا وتعالجت قضيتها على الشمس، قلت ما اريد اخذ اي شيء، مليت من الادويه قضيتها بالشمس اخذ فيتامين دي. الحمد لله على سلامتك يا ريام وصحه وسلامه الاهل ان شاء الله. بما انه احنا باقين بفقره ستايلي، وبما انه ريام اعتقد محاضرتنا بالفقره انه طرق لفات الحجاب، اعتقد يا ريان نروح نشوف طرق لفات الحجاب للسيدات وراجعين. لا ليش ما تاجلها اليوم لفات الحجاب؟
اها اي اجلها. ما عجبك؟ لا لانه خالتها بيوم مميز اربط لفات الحجاب ويا لبس المحجبات. اها خالتها يعني على يوم. ان نطقهم يعني او أي. نجمع الستايل المحجبات بيوم أي. واحد؟ بيوم واحد اسوي لهم مفاجاه انه اللبس شلون يرهم الطويل ويا لفه حجاب اي لفه ترهم وياه، فاني نعم. خالتها على يوم معين، لان تعرف انه حاليا اغلب المحجبات يعانون انه ما يلقون اللبس اللي يرهم لهم فعلا. او اللي تلقى لبس يرهم لها ما تعرف شلون تلف الحجاب. لا او انت ملاحظه اكيد يا ريام انه هنا بالوقت الحالي انه كثير عندنا نزلت من موديلات بلفات الحجاب، التوربان وغيره وغيره، حتى عافية. الاقمشه فعلا اني الاحظ مرات بالشارع انه اعرف انه بنات دائما يلبسون توربان بس لبسهم مراهم وياه، او هي التوربان ما يرهم لجمجمتها او تقسيم وجهها. فعلا التوربان ما يرهم لاي، يعني مو لاي وجه يرهم. نعم. مثل اني من الناس جربت مره التوربان ما رهم لي الا ضفت لبعض الاكسسوارات فعلا. وغيرت من فيكه اللبس. يعني جربه لابسه توربان يا ريام؟ جربت بالشتاء. بالشتاء عندي الصور حتى نشوفها بعد البرنامج. اي ما يخالف عندي اشوفها. حبوه؟ لا يعني اني اهلي حبوا الحجاب بس اني لا. طيب بما انه احنا على الجو حاليا بالحجاب او بدون الحجاب وين تشوفين نفسك احلى؟ هو شوف هي كل بنيه لها مميزاتها، اكو نعم. بنات يرهم لهم الحجاب تشوفها بلا حجاب ما حلوه، اكو بنيه هي اصلا الحجاب ما يرهم لها لا من بعيد ولا من قريب. انت يرهم لك الحجاب لو ما نهائي من هذا الناحيه؟ يعني كبرش لو شنو؟ ما يرهم الوجه اصلا، يعني حتى اني لفات الحجاب مو كلش اضبطها 100%، اي بس يعني ما احس يرهم لي. حلو. بس ان شاء الله يعني ان شاء الله يرهم لك ان شاء الله بالمستقبل. اي زين شو راح تحكين عليها وانت ما راح ما حابتها اصلا يعني؟ مو اني هنا استعانيت بلوجرات محجبات طبعا وتابعتهم وحبيت انه ملامح وجههم شلون رهم ويا التوربان، فاني كلش حبيت هذا الشيء فقلت اخذها من عندهم واعرضها للمحجبات حتى لا يقولون قصرنا وياهم انه دائما احنا ستايلي وشعر البنات والصبغ وهاي السوالف. تمام اوكي يا ريام، احنا من فقره ستايلي نروح لفقره تصاور ونروح لسليم البصري، خلينا نتابع. اوكي مشاهدينا، اليوم عندنا فقره تصاوير الفنان العراقي الكبير الله يرحمه سليم البصري. سليم البصري هو كاتب وممثل وسيناريو عراقي، اسمه الكامل سليم عبد الكريم البصري، نولد عام 1926 ببغداد محله الهيتاوين. كثيرين من الناس يعتقدون انه من البصره العزيزه ولكنه لا، ما له اي علاقه بالبصره، وبالرغم من حمله لقبها كانت بدايه موظفا في المصرف الزراعي وحتى مطلع السبعينات، حيث قدم طلبا لنقله إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. لم يكن الفنان في الفترات السابقة قادرا أن يؤمن لنفسه لقمة العيش، ولذلك كان أكثر الفنانين موظفين في دوائر الدولة. وأصبح المرحوم سليم البصري قريبا من حبه الأزلي وهو التمثيل، متزوج ولديه 4 أولاد، لكن أبرز محطات حياته تعود إلى مسلسل تحت مسلسل حلاق. كتب البصري حلقات هذا المسلسل عام 1961 ولكنه لم يجد فرصة لإظهاره إلى الوجود إلا في عام 1964 بالاشتراك مع نخبة من الفنانين الكبار، واشتهر هذا المسلسل ليس عراقيا فحسب بل تعدى ذلك إلى الوطن، وخاصة حلقة المكتوب وكانت تهدف للتشجيع على الالتحاق بمدارس مكافحة الأمية. وكتب العديد من النصوص، العربة والحصان، فايق يتزوج، أوراق الخريف، عمارة 13، كاسب كار، حب في بغداد، ست كراسي، وجهة نظر، الشارع الجديد، إلى من يهمه الأمر، لعابة الصبر. لكن نقف إلى أبرز المسلسلات التي كان له دور متميز فيها، هي الذئب وعيون المدينة، وقام بدور غفوري، والنسر وعيون المدينة، والأحفاد وعيون المدينة. وأهم الأفلام التي اشترك فيها أوراق الخريف عام 1963، وفائق يتزوج 1964، وفاته للأسف في يوم 8/5/1997. نقل رحمه الله سليم البصري إلى مستشفى النعمان وسط بغداد على أثر نوبة قلبية، وفارق الحياة في بغداد بعمر
70 سنة ودفن في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف الأشرف. الرحمة والخلود للفنان سليم البصري، فنان ترك بصمة في الفن العراقي، وله يعني إلى الدور في نقل لكن الفن العراقي إلى العرب. ريام، المشهد اللي حكيتي عليه مال المكتوب، طبعا هذا المشهد صار له سنوات، لكن كل ما انت اكثر من مره اكيد متابعته، اكيد كنا كعراقيين نشوفه يعني دائما، بس ما نمل منه وما نشبع ولا يعني نضوج، يعني نحسه اول مره شايفيه. حتى صرنا نتداول انه بالتواصل الاجتماعي مقاطع فكاهيه، مقاطع مضحكه، نرجع للفنان سليم البصري. اذا كان مخرجنا محضر لنا هالمقطع يا ريت، والله يا ريت. اي لا مو طويله. اي حاج زين. اي حاج عندك يا محفوظ البقى والسلامه. اي حاجي خذها. يقول لك امس الفريزه. حاجي امس الفريزه شنو معناتها يعني؟ متى افتح؟ هاي يمكن فد سلام بالهندي هيجي، يعني عجبه يعني. ها ها ها. يعني حاطه بالنص. ها. هاي يما وليد شبيه حجي؟ قالت نصب عزب شفت عليها. يا حجي مخا. يا واد. قفر من صدر. يا حجي. ديكي على ديكي. ها. صار. ديكي. يعني هدي يقول لك ديكي يمكن ديج ما لا صاير بي شي ميت. هو ديج شنو يعني تقلب ديج؟ هاي حجي. ديكي آزكي يمكن ديكا اسمه آزكي. آزكي بالهندي. ديكي آزكي نحباني يمكن يقول لك يعني نحباني. اي شنو معناتها حجي؟ انطاك عمره. من هو حجي؟ من هو؟ وديك. يا واش. اي حجي. مو فالسي لا فالسو مو فالسو راح يقول لك امام باني. حجي صدق على راسك. امام باني شنو؟ امام باني. اي حجي ما افتهم. يمكن يعني ورا ما بناله بيت. ها. بيت للديك مو هناك يسوون لهم بيوت للدجاج. اي 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 امام باني. اتتي مش ناف يا مش ناف حجي. حاف يمكن الحاف. ها. والله شو مثل الحاف. ها. اي تجيش الحجي تستعجلين بس تستعجلين. اي حجي شوف شكو وراها. اي الله يطول عمرك حجي. مش ناف البك والي. يا والي حجي. والي مال هند. ها شو يسوي عند الوالي؟ سبك صديقة أنا ذي. إيه حجي تفهمني شو سوى عدل. البك والي آبي. هذا الوالي يمكن اسمه آبي. ورجعنا لكم بعد هذا المشهد. ريام نحباني للو. أتتي مشتاف. إي يعني أني مشتاقة دا أقصد. بس هو الصراحة يعني قلاب المكتوب بالمقلوب يعني. يقرأ لها يمكن كل كلمة عكس الشيء من اليسرى لليمنى. مرة في هيجي موقف قبل؟ بالانجليزي. اتهجى فاتذكر مره جمله دا اقراها سكسسفلي هي بنجاح. اني سكسفلي عاد المدرسه عدلت لي اياها وبكتها سمتني قالت لي انت منين اجيب لك حمودي الحارثي يعدل لك كلامك. طبعا هالمواقف ما تروح من الاذهان وتكون دائما بذاكرتنا حتى اذا كانت شويه حزينه، لكن نبقى دائما نتذكرها ونضحك. صحيح. مثل مشهد الفنان الله يرحمه سليم البصري بقى خالد ويانا. نعم. يعني وهنا اللي نقدهم طبعا اللي نقدهم هم زين جايبين وياهم مترجم هو حمودي الحارثي. نعم. قاعد خطيه للمراه قرا لها انه رساله ابنها بالطريقه الصحيحه. هو راضي يجلطها للمراه يعني. احنا جلطنا سوى ابنها مات انه لا موجود باني بيت للديت. وفعلا هو الرساله اللي راد يوصلها بالمشهد انه اللي ما يعرف يقرا واللي بعده امي لازم يروح يتواصل او يلتحق بالمدارس حتى ينمي او يتعلم الكتابه والقراءه، لان الموضوع ما يفيد يعني الشخص بدون قراءه وكتابه. صحيح. مثل الاعمى فعلا. مو انت مو اعمى البصر انما اعمى البصيره، انه انت ما تعرف تقرا وتكتب، شنو الفائده انه اني انطيك قدامك جريده وانت تضيع بيناتها؟ احسنت يمكن النمله اهون
تقدر تمشي بالجريدة إلا أنت عينك ما تقدر تمشي. فهنا المشهد سبحان الله أكثر يعني مشهد هو معروف بالمسلسل مشهد المكتوب. صح. أنا كلش أحبه. هو اللي أيضا ترك بصمة للفنان نفسه سليم البصري. قلت لك على مر الزمان هو بعد المشهد حاضر ودائما يتابعوا. وخصوصا احنا نشوفه بالمقاطع الفكاهيه مثل دائما يوم الجمعه. نعم. فقره الظهر لما يطلعون مسرحيات ومقاطع مضحكه للناس تعتبر يعني يوم الجمعه فتره عطلتهم ومستراحه وبالبيت فيشوفون كل شيء براحتهم فدائما هذا المقطع تلقاه موجود وياهم فعلا. فاني كلش يعني من عشاق هذا المسلسل. بالمناسبة قبل فترة هم لقيت محل حلاقة اسمه تحت موسى الحلاق. وقام ديكور مالت عينه من المسلسل. يعني مجسد دور هالدور او المسلسل كله بهذا كلش حلو. فدائما هو اكو مطعم يمه اني كل ما اروح المطعم لازم اصور. وين باي منطقة؟ ما يصير اقول بعدين ورا الحلقة اقول لك. روح انا وياك نتغدى لو نتعشى بالنسبة لنا غدا يعتبر. اي هسه غدا. اي زين ثامر شنو رايك نعيد المشهد بالطريقه الحديثه مال المكتوب؟ اجيب لك رساله تبني وانت تقرا لي بس مو تجلطني. اني تدرين ثقافتي انجليزيه يعني. بالعربي ما اقدر. يلا اقرا لي اقرا لي. يلا ترجم لي ترجم لي. نحباني. نحباني يعني السلام عليكم. بالهندي؟ زين بالهندي. زين انني مشتاق. انني التتي مش ناف. انني مشتاق. الله صرت انا اترجم لك شنو؟ بالله ديكي ديكي ضاع يمكن. اهديكي. ها ها اعتقد اهديكي يعني. ما هو قالها انا على اللحن جاي اخذ على اللحن. اي هو احنا كلنا قمنا نفهم. اوكي يلا خلي كانما كيو والمخرج موجود مسلسل تحت موسى الحلاق نسخة عام 2020 مشهد المكتوب. حجي حجي راضي حجي 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 هاي اجتني رسالة من ابني. ابني مو يدرس بالهند فما اعرف اقراها. نعم. اريدك انت تترجم لي اياها حجي. هاك هاني راح اسمعها. اوكي هذا حجابي داعد له مو تقول شنو. اوكي حجابي داعد له. اوكي يلا نحباني للو. حجي هذا شي يقول؟ يعني مساء الخير. يا هاي ابني قام يحكي هيك. اي 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 اتطور انه هو بدوله متطوره فلازم يتطور بالكلام. اي صحيح احنا دزيناه على مود يقرا ويكتب. اي صحيح كمل حجي كمل. انني مش ناف. حجي هذا شبي ابني شبي ايش دا يقول؟ يقول انني مشتاق. ها اي صحيح خطيه مشتاق لنا تعرف صار لفوق السنتين مو يمنا. اي خطيه انا هم اشتاقت لك وبعدين هم اكتب له مكتوب قول له خطيه امك مشتاقت لك ومو ينسى يدز لي منك حنة شيباتي بينت لازم اصبغهن وهم حنتهم زينه يقولون. طبعا احنا بهذا المشهد اللي اديناه انا وياك ريام المفروض الكتاب والمخرجين ياخذونك كون انت طاقه بالتمثيل مبدع الصراحه. اني دائما يقولون علي ثامر هيك يقولون انه اني عندي طاقه بالتمثيل لكن اني احب الاعلام. لا ان شاء الله اذا عندك طاقه وعندك الحب لهذا المجال ان شاء الله تبدعين به وتكونين رقم صعب مجال التمثيل وكذلك الاعلام. طبعا لهنا يا ريام تنتهي رحلتنا المسائيه من هاشتاغ شباب. انتظرونا غدا على راس الساعه 5 مساء برحلات بفقرات عديده ومنوعه. طبعا حلوه استحقاماتي كانت اخر الرحله. اسجلها عليك. نعم اسجلها عليك. أه. ان شاء الله باكر مو تسحق. اها ترى مجمعتهن وعلى الراتب اخذ على كل سحقه مبلغ منك. اوكي رشوه. انتظرونا غدا على راس الساعه 5 مساء برحلتنا من هاشتاغ شباب. الى اللقاء.